برنامج فاصل ونواصل كنحاولوا يوميا وشخصيا الى نشر الخير والسعاده والطمانينه ما بين الفنانين. اللي مخاصم نصالحوه واللي مصالح نخاصموه واللي ما عنده فيل نزيدوه فيله. اليوم معايا نجم الاغنيه المغربيه سي مهدي. كنعرفوا سي مهدي الفنان الطريف الزوين. اليوم غادي نحاولوا اننا نستفزوه ونخرجوا منه سي مهدي اخر. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموه انه غادي يحضر معنا البرنامج جوابك لويز، وهو برنامج مسابقات خفيف من خلاله كيربح الضيف الجمهور الحاضر في البلاطو. الضيف كيسحب له غادي يجي يشارك في برنامج عادي. اللي ما عرفش ان المتبارية اللي معاه فاتي جمالي والجمهور الحاضر دير اليد مع مراد باش يعصبوك. والسموحات من دابا. من حلقات برنامج 5-5. برنامج 5-5 كيستضيف اليوم نجم الأغنية الشبابية، واحد السيد دير بوم قرقلة في مواقع التواصل الاجتماعي. معايا ومعاكم سي مهدي. مهدي وناشط وفرحان، علاش؟ لانني انا من الناس اللي كيموتوا على البوز، هادشي اللي كيقولوا واقيلا ياك، حتى انت كتموت على البوز. لا انا ناشط وفرحان حيت غنكون معك اليوم وحيت كاين مع هذا الجمهور الجميل اللي حضر. تحية سي مهدي. دابا انا ملي كنشوف كتجيني الضحكه. لا كتقاطعني كتقاطعني. انا كنجيب الضحكه. والله الا كتجيني الضحكه. قسما بالله. فينيتو. واخا. كنقدرش ننام، اللي ما ندير خصني نريكوبيري دابا. انا راه وجهي داير بحال هكا، كاش غندير حتى كضحك؟ لا ماشي لا حاشا ولله، هادشي اللي عطا الله. سي مهدي، واش انت عارف الناس ما كيحترموكش داكشي علاش درتي السي؟ لا لا، هي الصراحه هي السميه دارت تو سامبلومون سامباتيك مهدي. هي فاش صوبتها النهار الاول فاش نعاودوها ياك. واخا زيد بان الجواب ديالك ماشي كوميك. يلا سير نعاودوها. ايه حاس راسك بانك كتغني؟ الحمد لله. يعني نقدر نسمع الصوت ديالك لايف؟ فينيتو فينيتو لا موسيكا، فينيتو فينيتو يا المصيبه فينيتو. انا اول مره كنتمنى انني نكون سمك ياك. اول مره. عرفتي علاش؟ حيت اشرح لي انت هذه الاغنيه، حيت ما عندها حتى شي معنى. هذه الاغنيه الاخرى ديال سوفونير ياك. اييه سوفونير. وي سوفونير ما خداتش حقها في التنمر بحال الاخرى. لا ودابا هذه شكلي ثاني عاوتاني. هي دابا فينيتو. عفاك نقطع نعرف ديك شكلي ثاني شويه. شكلي ثاني حبك انت. نسيت. نعاودو. الاغنيه الاخرى ما خداتش حقها في التنمر سوفونير. لا لا، انت داخل الفن جبهه. لا واه تقدر تكون داخلو جبهه داخلو مع حتى قديم. يلا تشهرتي دابا. والحمد لله اللي تشهرنا بعد. انت تخلقتي باش يتنمروا عليك الناس؟ لا. ممكن شنقول سيداتي وسادتي. فاصل ونواصل. عندنا مشكل في الميكرو. ما عندك لي باك كيديروا الصوت في الميكرو. لي باك هو لي باك. تقدر تبعد ماشي شويه. صافي دابا مزيان. دابا مزيان. لا لا، حيت كتلعب بسنانك بصح كتسمع الصوت. يعني كتاكل دابا كيتسمع واقيلا مزيان. كيفاش كتحس انت ملي كتغني وكدير لينا حنا اعاقه في ودنا؟ انت كتعدى على الجمهور بغناك؟ ممكن يكون تعدى لي بغنايا، ما عرفتش والله ما عرفت. سيداتي وسادتي فاصل ونواصل. كتبان مرتبك. دابا انت اللي مرتبكني. لا وصاحبي ما طلع ما كرام قبيله ولا حابس الضحك اش ندير؟ واش اصاحبي حنا جيتك واش انا كلون؟ وصافي انا واش انا غنبقى غنسولك اصاحبي انت غت مشكل هذيك السي ما بقاش نقول الفوغير. والله الا غالفوغير جاني الفوغير. اسمح لي انت. طيب اسمح لي. هادشي نقدروا نحيدو. هادشي فورير انت نقدروا نحيدو هادشي. لا يتحيد ياك. عفاك نرجعو. راه هو ما كيجاوبش. وما كيجاوبش اصاحبي. راه ما كيجاوبش. اكيد ضحك. لا بلاتي بلاتي واش كنهضر من نيتك؟ ما تبقاش تغوت. الله يرحم ليك الوالدين. منين نهضر معاك ما تبقاش تغوت. ولا كنقول لك لا ما تبقاش تغوت. لا لا اسمع اسمع. لا اسمح لي ماشي طريقه هذه. لا اسمع اسمع. الله يرحم ليك الوالدين. ميرسي. الاستاذ. لا كيقول لي علاش ما جاوبكش. لا ولكن دابا انت راك خرجتي على السطر. واش انت اصاحبي انا كنسولك انت كتضحك عليا. ودابا انت خرجتي على السطر شويه. راك فتي شويه. عافاك ما تصورش. الله يرحم باك ما تصورش. لا راه خصو ما يصورش. ما تصوريش. ايه ما تصوريش. عافاك انا واقيلا خصني نمشي في حالي. لا عافاك. لا لا بلا ما تقول لا عافاك لا عفاف. انا غنمشي في حالي. ما بقى لا تورناج لا والو. الاخوان الله يعاونكم. لا 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 صافي صافي سالينا فينيتو. اوه شادي
للاسف. لا 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 ما كاين لا خطا تقني لا خطا تقني راه مع المخرج ماشي معك. واش انت بعقلك اصاحبي؟ نخليو هذه الحلقه المره اخرى مزيان. انا ما نقدرش نصور. لا لا ما نقدرش نصور فرانشمون ما نقدرش نصور. انا راه ما يمكنش ندوز في هادشي. ما عندكش مشكل. لا لا عندي مشكل كاع انا ما بقاتش عندي والله. شوما انا بعدا والله الا مرقت في بلاصتك فرانشمون لونفي دابا باش نخدم ما عنديش والله. دابا جالس معاك غير جالس معاك وصافي والله الا راني صبرت لك قسما بالله والله صبرت لك صافي. نكملوا عافاك نكملوا مفاجاه هذه الحلقه سي مهدي معايا ومعاكم فاتي جمالي. صافا لاباس عليك؟ اهلا صافا. اجي نقول لك اول حاجه واش ما حملنيش ندوز معاك حيت سمعتك بحال والله ما انتي اللي فيك المشكل. لا حيت سمعت ما بغاش يدوز في البرنامج قلت انا راه الريسبونسابل راه هو. سيداتي وسادتي نهضروا على الفن مثلا. انت كفنانه واش كتشوفي راسك بانك كتغني؟ بيان سور كنغني وكنكتب وكنلحن وكنغني. دابا انت سي مهدي مثلا حاضر خلاص كمل بعد هضرت تما كتنقز خلات كمل هضرتها حيت المقله فيها زيد ما ما كاينش. شوفها حبسوا هاد التورناج حبسوا. انت راه خاصك دير اعاده النظر حتى في الاسلوب ديال الحوار ديالك مع الناس اصاحبي. ترى ما فهمتش دابا انا كنت كنتفرج فيك قبل دي زيميسيون اخرين ولكن في واحد لو كونسيبت ديال الضحك هذاك راه صافي نسى دابا دير هذه ايميسيون باش والله ما نجي. واخا واخا شوف والله ما تكون خاطرك سي مهدي. اوكي واخا 3-2-1 سي مهدي علاقتك بالجمهور مزيانه الحمد لله. عندنا هنا جمهور كيبغي يسول فاتي جمالي ولا يسول سي مهدي. شكون اللي عنده شي سؤال للجمهور؟ تفضل اخويا سي مهدي. السؤال ديالي ليه بحكم انا كندير شويه الموسيقى بغيت شي نصيحه كيفاش قدرتي زعما توصل لهاد الشيء هذا بلا موهبه بلا صوت خا زعما كتعرض اهانات وداك الشيء كتبقى صابر واش كتشفي على الطبيب النفساني؟ الجواب ديالي الشابي غيجاوب عليه. هو عنده متابعين ولكن انا كيبان لي كيستحق المتابعه القضائيه في هذه الاغاني اللي كيدير. ايتو اي اي ولكن مش ما كتشوفش بان ناقصها غير اللحن والكلمات ولو حبه دا شي مغني يقدر يتولى. والله الا تي غراف والله الا تي غراف فراسك. بغيت سؤال واش انت فاشل؟ انا فاشل حيت جيت عندك لهنايا. حيت جيت عندك لهنا واش سمعتيني؟ وما كاينش المهدي. لا كاين لا مهدي لا مهدي. لا ماشي المهدي. المهدي 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 الله يرحمه. خاش المهدي المهدي صافي. لا المهدي المهدي صافي. المهدي المهدي الله يحفظك. المهدي المهدي تطلق مني تدير تطلق مني تطلق مني وكريدة هذا تطلق مني تطلق مني. المهدي المهدي تطلق مني المهدي المهدي تطلق مني تطلق مني حيوان. مهدي مهدي لا 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 حشومه حشومه هادشي اللي وصلتو ليه. اجي اجي حتى انت منك لافوت. اجي اجي خلي مهدي المهدي 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 تطلق من لا 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 مهدي 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 نعل الشيطان نعل الشيطان. مهدي مهدي على وجهي على وجهي. المهدي دقيقة وسير دقيقة دقيقة الله يرحمك. لحظة دقيقة وشوف انا واش دار ليا على وجهي على وجهي. شوف انا عافاك عافاك. مهدي 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 اجي معايا لحظة نعلش. خليه 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 خليه. دقيقة 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 دقيقة. واش انت اش كدير اصاحبي؟ نعلش الشيطان نعلش الشيطان. لا حول ولا قوة الا بالله. اليوم خصنا درجة التحمل والصبر ديال السي مهدي. أول مرة كندم على اللي شفت. السيدة يبعد مني شنو درجة الصبر؟ درجة الصبر ماشي الصبر. غدا ايوا غدا دابا شنو هذا شنو لا بلاتي. شوف هذه ايميسيون كنقيس بها درجه التحمل والصبر ديال الفنان المغربي سي مهدي. حطم الرقم القياسي في هذه الايميسيون. كنتي واحد الفنان اللي صبرتي لينا بزاف. تحيه سي مهدي.